لغة الجسد. استخدم هذه الحركة وقت اللزوم وشاهد نتائجها المبهرة. مشيتك تعكس شخصيتك. مد الخطى، انتصاب القامة، تحريك الكتفين ورفع الرأس عند المشي، كلها علامات تدل على القوة، الثقة، العظمة والجاذبية في شخصيتك. لذلك حاول أن تكسو مشيتك بها. فرك الأصابع علامة تدل على عدم الراحة. إذا كنت تحاور شخصاً ولاحظت بأنه يفرك أصابعه أو يشبكها، فاعلم بأنه غير مرتاح أو متوتر. تسمى في علم النفس بالملامسة الذاتية للحصول على الراحة. أما إقدامك على هذه الحركة فهو دليل على ارتباكك، ويجب عليك تجنبها في المواقف التي تتطلب الثقة بالنفس. ماذا قد يعني انحناء الرأس في لغة الجسد؟ في لغة الجسد يعد انحناء الرأس قليلاً علامة من العلامات المهمة في العلاقات الحميمة بين الأفراد، فهو يدل على الخجل والاحترام. أما إن كان مصحوباً بابتسامة أو ضحكة فهو يدل على الراحة والمزاح. حك الشخص لعينه عند حديثك إليه دليل على عدم اتفاقه التام معك. إذا كنت تحاور شخصاً ورأيته يحك إحدى عينيه متجهاً بنظره بعيداً عنك، فاعلم أنه ليس على اتفاق معك وينتظر اللحظة التي تنهي فيها كلامك بفارغ الصبر. حك الأذن، الأنف أو الذقن مع عبارة لقد فهمتك دليل على عدم الفهم. إن كنت تشرح فكرة معينة ولاحظت أن الشخص الذي تحاوره يحك أنفه، أذنه أو ذقنه مع تحريك رأسه نحو الأسفل والأعلى محياً بأنه فهم ما تقصده، فاعلم بأنه لم يفهم شيئاً مما قلته. لغة اليدين أثناء الحوار. نستعمل اليدين بكثرة أثناء الحوار، ومن أهم إيماءات لغة اليدين. لغة الجسد سر التاجر الناجح. لاقتناء نفس السلعة نجد بأن كل واحد منا يحب تاجراً معيناً ويحترمه، وهذا لأن لغة جسده جيدة بالشكل الكافي لجعله يقترب من الزبون. فالتاجر الذي يتمتع بإيماءات تدل على ثقته بمنتجه تجعل الزبون من دون وعي منه أكثر اطمئناناً له. معرفتك بأسرار لغة الجسد ستساعدك على الفوز بمختلف الوظائف. كثير من الوظائف تتطلب إجراء مقابلة شفوية، ويجب عليك أن تعرف بأن كل المشرفين على هذه المقابلات هم في حقيقة الأمر خبراء في لغة الجسد، ويهتمون بها أكثر من الكلمات التي تقولها كونها لغة لا تكذب. فهمك للغة الجسد قد يقودك للوقوع في الفخ. لا تتوقع أن تكون كل إيماءات الأفراد من حولك عفوية دوماً، وبأنك العبقري الوحيد الذي يحاول قراءة لغة الجسد، بل يجب عليك أن تضع في الحسبان بأن أغلب الناس يحاولون التحكم بأجسادهم، ولذلك قد يؤدي بك إلى الوقوع في فخ لغة الجسد. وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديد.